وياكم مشاهدينا ومع نجوم المنتخب السوري ونجوم القوى الجوية اللي كانوا متألقين في مباراة اليوم. كابتن زاهر مبروك. الله يبارك. كنت متألق في مباراة اليوم، ملك النص اليوم شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحمد لله رب العالمين، نحب نبارك للشعب العراقي، وأكيد الشعب السوري كان متضامن مع الشعب العراقي. قدرنا الحمد لله رب العالمين نحصل على كأس الاتحاد الآسيوي بجهد الجميع. الكل ما أصر بالمباراة رغم الإصابات، رغم الحرمانات. الكادر الفني متشكره، الإدارة متشكرها، متشكر الكادر الطبي اللي متواجد معنا، جميع اللاعبين متشكرون. الحمد لله قدرنا نحصل على الكأس الغالية. ونحن حسيت بدقائق اللقاء الكأس راح يصير أزرق عراقي؟ الحمد لله، يمكن سيدنا المباراة بجميع الدقائق كانت موجودة. الشوط الأول قدرنا كان يعني ما صار فيه هجمات خطيرة، كان علينا يمكن هجمتين أو ثلاثة. الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف أكيد حيصير ضغط ولعب طويل مثل ما الكل بيعرف. الحمد لله قدرنا بخبرة اللاعبين الموجودين نحصل على كأس البطولة، واكيد كأس غالية. وانا بصراحة بحب اهديه لشخص اللي هو كان في له فضل كبير بالتأهل للنهائي، هو بشار رسان، كان محروم من المباراة، وسامر سعيد كمان، اثنين يمكن خسرناهم من المباراة، واكيد هن يعني خسروا المباراة النهائية، لأن المباراة كل العالم تتمناها. البركة اكيد بالجميع، بس المباراة هي كل العالم تتمناها. الحمد لله قدرنا نحصل شيء ونسعد الشعب العراقي. الحمد لله. تحضر الاحتفال جمهور الجوية ببغداد ان شاء الله. علي غليوم، اللي رغم انك ما اشتركت مباراة، لكن ايضا وجودك على المصطبة ايضا عزيمة واصرار، وايضا انت واحد من صناع انجاز التاريخي للقوى الجوية. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بدي بارك للشعب العراقي عامة ولنادي القوى الجوية خصوصا ول الجمهور نادي الجوية. الحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق اللقب ونسعد الجمهور اللي ساندنا واللي كان معنا الرقم واحد بالنسبة للفريق. والحمد لله رب العالمين بهمة الشباب وبهمة الكادر الفني والتدريبي وبهمة البعثة كاملة. بعد المباراة والتعلم الصغير. والله العظيم يعني حالة نفسية صعبة عشناها يعني الحمد لله، بس يعني الحمد لله كان عندنا أمل كبير باللاعبين اللي كانوا داخل الملعب، يعني عندنا ثقة بهم كتير كبيرة، والحمد لله رب العالمين الشباب ما حدا قصر. الحمد لله. أريد تسوي حركة مشتركة بالهاي، شو تسوون بها؟ إيه مبروك للجوية، انتظرونا تغطية خاصة مع الصقور.